Le président du Conseil constitutionnel, Tayyip Belaïd, a prêté serment devant le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en application de l'article 183 de la Constitution qui stipule que le président de la République désigne pour un mandat unique de 8 ans le président du Conseil constitutionnel. والتي تجري مراسمها أمام فخامة رئيس الجمهورية هي جلسة احتفائية نابعة كما تعلمون من التزام قانوني تضمنته المادة 183 من الدستور، وهي المادة التي توجب على أعضاء المجلس الدستوري أداء اليمين القانونية أمام فخامة رئيس الجمهورية ضامن لحسن سير مؤسسات الجمهورية. لهذا أدعو السيد طيب العيس لأداء اليمين الدستورية حسب النص الآتي، أقسم بالله العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري. سيد العيس تفضل. أقسم بالله. واعتمادا على ما سبق نشهد للسيد طيب العيس رئيس المجلس الدستوري على أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والله ولي التوفيق. Après la cérémonie de prestation de serment qui s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation, du Premier ministre, du ministre de la Justice, garde des Sceaux et du président de la Cour suprême, Tayyip Belaïd a affirmé se conformer à la Constitution dans l'accomplissement de ses nouvelles fonctions. لما تفضلتم بتعييني في عدة مناصب عالية سامية، وكنت دائما أفتخر بهذه الثقة وهذا الرضا، وكنت دائما أحافظ على هذه الثقة وأصونها، وها أنكم اليوم تجددون في الثقة وأسمحوا لي فخامة الرئيس أن أقدم لكم شكري العظيم وعرفاني الجميل، وأن أعاهدكم كما عاهدتكم دائما في السابق على أنني أبقى صادقا وفيا لكم ولوطني، والله شاهد على ما أقول، عليه أتوكل وبه أستعين، وهو رب العظيم. Le président de la République avait promulgué le décret présidentiel numéro 1906 concernant la désignation de Tayyip Belaïd en tant que président du Conseil constitutionnel le 10 février dernier.